اهلا حبيباتي، مرحبا بكم. نتمنى تكونوا كامل بخير يا رب. قبل ما نبدا لا فيديو تاعي، نقول لكم اللي راكم تشاهدوا فيها تعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس ليصلكم الجديد بحول الله، لانكم راح تستفادوا بزاف. قناتي متنوعه بحول الله. جيتكم اليوم بهذا لا فيديو، رايح نتقاسمها معكم، رايح نديرها القهوه كما نقولوا حنايا، مسكوتو ولا بسكوي رائع بالقارص وقشور القارص بالحامض، يعني سيغتو لمحبين الذوق تاع القارص، يجي هشيش وبنين ما شاء الله. الوغ رايحه نتقاسمها مع خواتاتي تمام، يعني ما لقيتيش واش ديري مع القهوه، ولا راهي تالفت لك، ولا تنوضي ليه بزربه، ديري توجديه بسرعه، وخاصه انه سريع. نبداو بسم الله. البسكوي تاعي هذا البنات رايحه نسهل عليكم العمليه، انا عندي بزاف وصفاتي الخاصه بي، نعملها في الميكسور تخرج لي رائعه، يعني ما نكون مزروبه، وتاني العجينه تاعنا تجي رائعه وهشيشه في الميكسور هذا. اللي ما عندهاش تعملوا في بون هكذا وديروا بلافون عادي. رايحه ندير، نبداو بسم الله. عندي زوج حبات بيض، قرصه ملح، وقشور حبه قارص. القشور نديرو في الاول مع البيض، ينحي لنا هذيك الزنخه تاع البيض، وميم طون ينكه لنا البسكوي تاعنا. كما راكم تشوفوا البنات، نضيفو كاس ونص تاع لاتاي سكر هاوليك، ميم هذا راهو يعبر كاس ونص تاع هذا الكاس تاع لاتاي. دونك راح نفهمكم، كاس تاع لاتاي صغير هكذا اللي ولفته لكم في العجائن ديالي، يعبر لنا 5 مغارف كبيره تاع الزيت، يعني ولا سكر الا درنا فيه الزيت، يعبر لنا 5 مغارف زيت، ولا درنا فيه السكر. دوك نقول لكم شحال، ورايحه نعبر به ان شاء الله، يعني نصب هذا في وعاء ونعطيكم العبر تاع هذا اللي عبر 5 مغارف كبار بالسكر. فوالا كيما راكم تشوفوا، كاس تاع لاتاي صغير سكر، كاس تاع لاتاي صغير سكر. انا رايحه نضيفه، ورايحه نزيد شويه نديرو في النص هنايا، لاني رايحه نعمل السيترون جو تاع القارص، عصير القارص، غير شويه نديرو عصره. لما نضيفو العصره تاع القارص رايحه تنحي لنا شويه من الحلاوه. نضيفو نص كاس، معناتها كاس ونص تاع لاتاي سكر، ولا تاني ديرو كاس وخلوه يضرب وذوقو كيما تاع بكري. انا الوصفه تاعي كامل نذوق، وانتم راني نتقيد باش نعطيكم المقاييس، ندير كيما تاع بكري، انا نذوق ما عنديش مقياس. الوغ كاس ونص تاع لاتاي سكر كيما هكذا، وتاني الا حبيتو حلو زيدوا ذوقوا وضيفوا مغرفه، ولا نفس الكاس زيت البنات. نضيفوا 10 قارص كيما راكم تشوفوا، يعطينا ذوق رائع للبسكويت تاعنا. رايحه نديرو يتخلط البنات، ونكمل معاكم باش ما نصدعكمش. رايحه نديرو يتخلط كيما راكم تشوفوا، درتها يتضرب لمده نصف دقيقه. رايحه نفرغو في بول ونضيف له الفرينه تاعنا. من بعد ما درتو تخلط لمده نصف دقيقه حتى لدقيقه، قسمه تجانس السوائل تاعنا رايحه نكبو هنايا، نفرغو في البول تاعنا، في بول، في بول كبير. رايحة نضيف الفارينة مع وحدة خميرة. دوك نوريكم العجينة تاعنا كيفاش نديروها باش نحتاجوها للبسكوي هذا. كما راكم تشوفوا، راني نضيف الفارينة بالعقل مع وحدة خميرة، ضفتها قدامكم هاي اللي كنخلطوا العجينة تاعنا غير بالعقل. نحتاجوها شويه سائله، ماشي كيما البسكوي اللي عطيته لكم اللي درت فيه المعجون، وقلت لكم لازم يجي العجينه تاعنا قاصحه شويه. لا هذه عجينه اخرى، وتاني بذوق الليمون ولا اروع، بنينه بالبزاف. فوالا كيما راكم تشوفوا البنات، هاي لك العجينه تاعنا كيفاش تجي، ماشي خفيفه وماشي ثقيله، شويه. فوالا هاي لك راكم تشوفوا فيها، راني يعني نعدت لكم في العجينه كيفاش. نورمالمون نعطي لكم القيس تاع الفرينه، انا درتها راني دوكا نسيت،
بصح ما عليه، شوفوا هاي لك العجينه كيفاش تجي، يعني ماشي حاجه اللي تجيكم صعيبه. فوالا، تحبوا ديروها من الداخل لي بيبي شوكولا هكذا، ولا هذوك الماغون، ولا البيوضه كيما حبيتوا. احنا ما حبيناهاش بهذا الفايس. تحبوا ديروا لي فرويتك تقطعوهم دي بتي دي هكا وتحطوهم، ولا ديروا الفواكه المجففه، ولا شوكولا كيما حبيتوا، من الداخل كيما حبيتوا، تحبوا زبيب، تحبوا كيما حبيتوا. احنا رانا حابينها هكذا، رايحه نفرخها في المول نوريهاكم وندخلها الطيب. هاوليك البنات، هنا رانا حنا نديرو في المولاكيك هذا، يجيني شكله شباب ورائع. مرات نديرو بلي فرويت لي فروي سيك هكذا، الفواكه المجففه نقطعها هكا دي بتي مورسو صغار، والله يجي رائع من الداخل، يجي هايل شكله بنه، خاصة اللي فخوزك على بالكم ملاح لأطفالنا وفيها فيتامينات، وكان ندخلوها في الحلويات تاعنا بزاف ودير لهم ذكاء ثاني ما شاء الله. رايح نفرغو ونوريهم. ولا كيما راكم تشوفوا حبيباتي، هاني فرغته، وشوفوا السمك تاعه، شوفوا راه هابط، وشوفوه لما نطيبوه ونخرجوا، تشوفوا بزوج حبات بيض رايح يعطينا احلى كيك وتزيين، راح نزينو نتوما الاختيار لكم. تلاقوا من بعد ان شاء الله. حاولك لو بسكويت لو كيك تاعنا خواتاتي، شوفوا كي جا ما شاء الله، شوفوا اللون الجميل، شوفوا هنايا جا كيما تاع برا اللي يتباع. رايحه نوريكم طريقه التزيين. كيما راكم تشوفوا البنات، راح نعطيكم واحدة تزيين من اختراعي عفوا، وعطاني نتيجه شوفوا ماشي مرضيه جد رائعه. نديرو ناخذو بول نديرو فيه شويه سكر غلاس، سكر ناعم، وننخلوه باش ما يعني نجوزوه في الباسوار باش ما يغبلناش لما نحطو الطليه تاعنا. نديرو عصره قارص صغيره كيما راكم تشوفوا، بما انه رانا درناه بالزيست والجو. نديرو يعني نرونو السكر تاعنا بعصير، اي عصير عندكم، رويبه ولا جو دورانج ولا اي عصير عندكم، ولا تشينا تعصروها وديروا معها، شوفوا يعطيها ذوق رائع. انا جاتني هذه الفكره، بغيت نبدل شويه من الطليات اللي نعرفوها وعطاتني نتيجه ولا اروع. جربوها وتشوفوا كيما راكم تشوفوا. نديروا قطره تاع زيت باش يعطينا لا بريونس اون ميم طون، يقعد لنا طري، هو يقعد طري بيسك ما راهوش رايح يعني نخلوه لمده طويله، هذا في دقيقته ياكلوه بنين بالبزاف، ميم با ما الغدوه ما يقعدش. اللي يحب تضاعف الكميه يعني دير زوج تاع ليمون هكذا تاع الكيك، دير زوج باللي عندهم عائله ولا ثلاثه. فوالا كيما راكم تشوفوا، هاوليك الكلاصاج تاعنا يجي ليكيد، يعني ما يجيش شاد روحو كيما نديرو في لي كاتو. راح ندوق البنات، لو كان تشوفوا واحد الذوق يا روعه روعه. شوفوا ادوه بهذا الجو كونديا، هذا كونديا جو فخوي، هو كوكتيل. شوفوا هذا نحبه انا، هذا الجو نحبه وحده، رائع بنين بالبزاف. ديروا به الطليه تاعكم، رايح نعطيكم به وصفات، وهاد الوصفه تاع الطليه حصريا في قناتي، لان انا راني نجرب ونختار ان شاء الله، رايح نكملو ونوريهوكم. هاوليك خواتاتي الكيك تاعنا كيفاش خرج، شوفوا ما شاء الله، وكلاصاج تاعنا خفيف وبنين بالبزاف. لما درت له هذاك العصير جا رائع بالبزاف، رايح نقطع لكم تشوفوا. شوفوا خواتاتي ما شاء الله، شاهدكم في الجنه. شوفوا البسكويت تاعنا كيفاش جا، جاي هبل وخفيف، واش نقول لكم، جربوه لما تجربوه تكتشفوه، رايحين تدعوا لي، وخفيف ظريف سريع. وهذه غير مسكوتشه وقلشناها درناها هانك، درناها روعه. شوفوا كيفاش جات ما شاء الله. والعفسه هذه تاع القشور تاع القارص اللي درتها، رايحه نعطيكم على الدوزان دياولي اللي نستعملهم في المطبخ تاعي، هذه وتعملوها هكذا توت سويت، وديروا فوق تحطوا فوق الكيك تاعكم، راهي عمليه ورائعه بزاف وصفات، ماشي غير هذه. فوالا كيما راكم تشوفوا حبيباتي، شوفوا ما شاء الله، والله روعه، جربوه تشوفوا، خفيف وفيه واحد لوكو تاع السيترون، يعني حلاوه مع حموضه وبنين بالبزاف. شوفوا ما شاء الله، سورتو كي درت هاد الطليه بالجو تاع كونديا، هذاك جو فخوي هايل ورائع بالبزاف،
وعطاني واحد الذوق ولا اروع. لما تجربوه راح تكتشفوه. وعندي بزاف وصفات هكذا تاني بتزيين اخر، ترقبوها بحول الله. جربوه جربوه، يلا نوضوا درك ديروه، وجدوه وحطوه مع قهوه الله الله، ولا لا تاي ولا جو ولا، وراه ساهل وبزربط. وجدوه ميم يجيكم ضيف على غفله، 2 دقائق وانتم وجدوه. نقول لكم الا عجبتكم الوصفه اكيد على بالي جام وتعليق شبيه كما راكم مفرحيني. ونقول لكم بقاو على خير، تهلاو في رواحتكم، بيزو.